مشاهدينا اليوم في حقك تعرف راح نتحدث عن القسطرة القلبية، هذا التدخل الجراحي اللي يستخدم لأغراض تشخيصية، ومنها ننتقل إلى مسببات الأمراض وحتى الأغراض العلاجية الأخرى ممكن نكتشفها لدى المريض أثناء العملية. مثل ما أنتم شايفين أنا لابسة الإبرون اللي هو الدرع الواقي من الأشعة، هذا يدل على أننا رح نجري هذه العملية. والآن رح ننتقل معكم مع ضيفنا اللي انضمنا اليوم الدكتور زاهر الكسيح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية. ننتقل إلى ثياتر العمليات. القسطرة التشخيصية في معظم الأحيان ما بتاخذ أكثر من نصف ساعة، لكنه في أحيانا بتكون في صعوبة إذا كان في تعرج بالشرايين، إذا كان في تكلس بالشرايين. مشاهدينا مثل ما أنتم شايفين إحنا الآن في ثياتر العمليات، والعملية هي قسطرة قلبية قاعد يجريها الدكتور زاهر. خلينا نتحدث أكثر عن القسطرة القلبية وعن حالة المريض اللي معانا. دكتور زاهر حياك الله. الله يسلمك يبارك فيك. نبدأ بالحديث عن العملية، يعني أنا شفت بداية الإجراءات لكن نستكمل حديث للمشاهدين، شو اللي تسووه بالضبط؟ ابتداء بنعمل قسطرة تشخيصية لشرايين القلب. المريض كان أجري له سابقا عملية فتح لشرايين القلب وزراعة شبكات داعمة، فإحنا بهمنا نتأكد بأنه وضع الشرايين سليم. عادة يعني لما المريض يشتكي من أي ألم بعد زراعة الشبكات بنفضل أنه نتأكد إذا في أي تضيق داخل الشبكات اللي زرعت سابقا أو إذا كان في تضيقات جديدة بشرايين القلب. المريض اللي معانا كم شبكة أجراها؟ المريض سابقاً. يعني عنده ما لا يقل عن 5 شبكات سابقا في شريانين على فترات متقطعة، نعم، على جلسات متعددة، نعم. ودكتور اليوم كيف تقييمك للوضع وشو اللي سويناه بالضبط في العملية؟ نحن في طبعا في ابتداء القسطرة لابد من الدخول داخل أحد شرايين الجسم اللي بتسمح بالدخول للشرايين الكبيرة حتى نوصل لشرايين القلب اللي هي يعني الشرايين. نحدد بالضبط من وين بيكون موقع الثقب. هلا واحدة من أساليب الدخول هو أنه ندخل من عن طريق الشريان الفخذي أو الحوضي، ابتداء باستعمال إبرم بنخدر الجلد مكان الإجراء، بعد تخدير الجلد ندخل داخل الشريان، بعدين من خلال الإبرة بتم إدخال سلك رفيع جدا ما بيؤذي الشريان إطلاقا، ثم بندخل ما يسمى بالغمد، هذا هو الغمد اللي من خلاله بتم إدخال القساطر. هذه قسطرة، القسطرة عبارة عن أنبوب طويل لين ما بيؤذي الشريان إطلاقا، فبيتم إدخاله داخل الغمد، وبعدين إذا كان دخلنا داخل الغمد بيتم عن طريق سلك آخر بيسهل الوصول لشريان القلب عن طريق الشريان الأورطة. دكتور إيش الحالات اللي نستخدم فيها القسطرة القلبية للنواحي العلاجية مو بس التشخيصية؟ طبعا إذا كان ثبت بعد ما يتم إجراء القسطرة التشخيصية إذا ثبت أنه المريض في عنده تضيق مهم بشريان القلب، تضيق مهم يعني معناها إما 70% مثلا تضيق قصير، نعم هو يعني يكون تضيق حوالي 70% تضيق قصير أو 60% تضيق طويل، معناها هذا وخاصة في ظل وجود أعراض عند المريض اللي هي آلام بالصدر، خاصة آلام مع الحركة أو مع الجهد، أو قد تصل أحيانا الآلام إنها تصبح خلال فترة الراحة، فإذا شكى المريض من هذه الآلام. طيب دكتور ممكن نكتفي في إجراء وضع بالون، يعني ننفخ بالبالون ونوسع الشريان دون الحاجة إلى الشبكة؟ والواقع هذا الإجراء استخدم مصانع. هذا الإجراء استخدم سابقا في بداية يعني إجراءات فتح الشرايين، لكن وجد بأنه الشريان اللي بيتم نفخه في البالون فقط برجع بعد فترة لوضعه اللي كان فيه أو أحيانا وضع أسوأ. السبب فيها أنه البالون نفسه ممكن يخرش الشريان من جوا، فإذا تخرش الشريان ممكن أنه يصير في أحيانا ترسب لخثرات داخل الشريان، فوجد بأنه لابد أنه ندعم الشريان بدعامة أو شبكة اللي تدعم الشريان وما تخلي الشريان يصير فيه انقباض،
يعني اللي بيحصل اول شيء ممكن يحصل فيه انقباض بالشريان، احنا نفخنا الشريان، الشريان كان فيه تضيق بهذا الشكل من الداخل، فاحنا بنوسعه بحيث يصبح بهذا الشكل بالخارج ومن الداخل بيعود لشكله الطبيعي. هلا بعد ما اصبح بهذا الشكل اذا نفخناه فقط بالبالون شوي شوي بيرجع لوضعه اللي كان فيه سابقا، فاذا لابد من انه ندعم الشريان بدعامه او شبكه بانه تحافظ على الشريان بهذا الوضع المستقر. احيانا خلال اجراء القسطره ممكن يحصل عند بعض المرضى تشنج بالشريان، فمستعمل علاج نيتروغليسرين بيتم إعطائه داخل شريان القلب حتى أنه يوسع. هو نفس الحبة اللي نفس الشيء. نعم هذا صحيح، لكنه بيتم إعطائه داخل شريان القلب. أحيانا خلال الإجراء بعد ما أنه يعني ندخل السلك داخل الشريان والقسطار داخل الشريان، ممكن عند بعض الأشخاص اللي عندهم استعداد لحدوث التشنجات بشرايين القلب أنه يحصل فيه تشنج. على سيرة الأشخاص اللي عندهم استعدادات لحدوث تشنجات في القلب، أنا سمعت تشنجات القلب يقف وراها عامل الانفعال. هذا صحيح. وسمعت أكثر في إنه دراسة تقول بأن النساء أكثر عرضة لتشنجات القلب، شو السبب دكتور؟ هذا صحيح، يعني هو بلا أدنى شك بأنه النساء أكثر عرضة للانفعالات لأنه عاطفية. نعم هذا صحيح، نعم فهو أكثر عرضة للانفعالات، لكن هو يعني موضوع إحصائي وجد بأنه النساء أكثر عرضة لحدوث تشنج. والرجال أكثر عرضة لماذا؟ للتصلب أم نعم الرجال أكثر عرضة لتصلب الشريان، يعني كونه رجل يعني هو أحد عوامل الخطورة اللي بتساعد بحدوث مرض التصلب الشرايين، إضافة للتدخين والضغط والسكر والكوليسترول ويعني أي شكل من أشكال المواد المخدرة، وللأسف نعم بتعرض المرضى لانقباض في الشرايين. دكتور لاحظت أثناء العملية الإجراء الأول كنتوا عم تحقنوا المادة الملونة أو الصبغة. نعم. نعم. هذه المادة كيف يتم التخلص منها بعد انتهاء العملية؟ وفي حال كان أنتوا أتصور تطلبوا فحص لوظائف الكلى، في حال كان في مشكلة بالكلى لدى المريض كيف بيتم التعامل مع هذا الحالة؟ أول شيء الجسم نفسه هو بيتخلص من المادة الضليلة يعني عن طريق الكلى، يعني المريض بتبول وإذا كان عنده مشاكل في الكلى؟ طبعاً في إحنا خلال الإجراء بيتم إعطاء المريض سوائل دكتور. فإذا بتشوفي في سوائل خلفك هذه السائل يعني بياخده المريض يعني طوال الإجراء، حتى فعلياً بيبدأ من قبل الإجراء وهو في 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 حجرته بيبدا ياخذ السوائل عن طريق الوريد، وبعد ذلك خلال الاجراء بيستمر في اخذ السوائل عن طريق الوريد. الهدف منها انه نخفف الصبغه داخل الجسم حتى الكليه تستطيع تتخلص منها، فكل ما كان يعني حجم السوائل داخل الجسم اكبر كل ما كان اثر الصبغه اقل. ثانيا حجم الصبغه مقدار الصبغه اللي احنا مستعملها بيكون جدا قليل، يعني بنحاول ما نتجاوز بالقسطره التشخيصيه اذا استطعنا 50 ملليلتر اذا استطعنا. جميل. اذا ما استطعنا لحد يعني 100 ملليلتر ما هي مشكلة إذا كانت وظيفة الكلية سليمة. لا يتم إجراء قسطرة لشرايين القلب إلا إذا كان تأكدنا بأنه وظيفة الكلى سليمة. إذا كان وظيفة الكلى ما هي كما يجب بيتم إدخال المريض قبل يوم للمستشفى وإعطائه كمية يعني مناسبة جدا من السوائل حتى أنه يتم تخفيف أثر الصبغة، تخفيف الصبغة داخل الجسم، فبالتالي الكلية بتستطيع أنها تتخلص. دكتور هي العملية تتم تحت التخدير الموضعي أعتقد؟ تخدير موضعي إضافة استرخاء، مواد استرخاء مع إضافة لذلك يعني هو مخدر موضعي يعني في مكان الإجراء مكان إدخال الغمد، وأضف إلى ذلك عادة يعني بيأخذ المريض يعني علاج اللي يهدئ الأعصاب. جميل، حتى ما يشعر يمكن يشعر بوخزات او اماكن. نعم. العمل في البدايه يعني وخزه الابره اللي بياخذ من خلالها. اتصور لما توضع البالون داخل الشريان رده فعل الجسم المدخن غير صح؟ نعم نعم. نوضح بس للمشاهد كيف بتكون الاختلافات. والله المدخن اكثر عرضه انه يحصل عنده انقباض في شرايين القلب، ويعني المدخن وخاصة إذا كان مدخن وبنفس الوقت عنده مرض السكر وعنده ارتفاع بالضغط، يعني قد تكون الإصابة أسوأ بحيث أنه ممكن يكون الإصابة منتشرة بالشريان، يعني إصابات طويلة وفيها كمية كالسيوم أعلى، فبيكون الإجراء نفسه أصعب وبيحتاج المريض زراعة شبكات طويلة أو عدة شبكات، حتى تجنب طبعا السكريات وتخفيف النشويات والاعتماد أكثر على الخضار وعلى الفاكهة وشرب الماء بكمية. في أدوية معينة توصف فيها بعد العملية؟ أحيانا بنضطر نعطي المريض حتى علاجات اللي تساعده في خفض الوزن، لكنه طبعا إذا كان عنده ارتفاع بنسبة الكوليسترول أكيد راح ياخذ علاج حتى ينزل الكوليسترول. جميع مرضى السكر اللي عندهم مرض في شرايين القلب عادة بياخذوا علاج لتخفيض الكوليسترول. المريض اللي عنده ارتفاع
ارتفاع بالضغط، فاحنا حريصين على انه نعطيه علاج اللي يتحكم في الضغط بشكل ممتاز. كذلك بنحاول انه نتجنب الضغوط النفسيه قدر الامكان. اهم شيء انه المريض يزاول نشاط رياضي، يعني يصبح نشيط رياضيا. يعني هي التوصيات جميعها تدور في فلك نظام الحياه الصحي حتى نتجنب الامراض، تحديدا امراض القلب. نعم، فكل الشكر لك دكتور، يعطيكم الف عافيه انت والفريق المساند لك، وان شاء الله تعالى نتمنى الصحه والعافيه للمريض اللي معانا. شكرا لك دكتور. اكرمك الله، الله يبارك. مشاهدينا، مثل ما نوهت في الانترو لحقك تعرف باني لابسه الابرون، هذا الزي الواقي من الاشعه داخل غرف عمليات قسطره القلب. خلينا نتحدث اكثر عنه مع فني اشعه قسطره القلب والاوعيه الدمويه رضوان ربابعه. نتحدث عن هذا الابرون، يعني من شو يتكون؟ كيف يحمينا من الاشعه داخل غرفه العمليات؟ هذا الابرون يتكون من ماده الرصاص. جميع الاطباء والعاملين في قسم القسطره على مدى السنوات اختراع الاشعه يرتدون هذا الواقي للحماية من الأشعة، ومن الأشعة المتناثرة التي تؤثر على الجسم وأجزاء الرقبة والعينين. هذا الإبرون يحتوي على نوعين من الإبرونات، هذا تو بيسز اللي هو بيجي قطعتين كما تلاحظوا، وفي بيجي وان بيس هلا قطعة واحدة، اثنين في النيك كولر اللي هي نستخدمها وسيلة لحماية الغدة الدرقية. يعني نوه مشاهدينا، هذه قطعة منفصلة بحد ذاتها، هي بس لحماية الرقبة والغدة الدرقية. وثالثا في هناك وسائل بروتكشن من الأشعة مشان العدسات تبعات العين اللي هي النظارة. هاي النظارات هي عبارة عن واقي رصاص للعين. وفي الجهاز اللي مثل ما انتم شايفين مشاهدينا، هو مركب جزء بالخارج وجزء من جوا، شو الفرق بيناتهم اللي جوا واللي برا؟ هذا الجهاز يقيس الأشعة التي يتأثر فيها الجسم من الداخل، وهي الأشعة المتناثرة من الخارج، فلذلك هذا نضعه في داخل الواقي الرصاص من الداخل، وهذا خارج واقي الرصاص، نقيسها كمية الجرعة اللي بتعرض لها الجسم الداخلي والخارجي كل 3 شهور تقاس هذه المادة. عموما الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب دائما جهودكم مباركة في أنه نتجاوز الأمراض ونحاول نتوقع منها قدر الإمكان، خصوصا في حالة العمليات اللي نضطر فيها لاستخدام الأشعة. الله يعافيكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم أي وقت، وإحنا جاهزين لأي معلومة نعطيكم إياها. شكرا، الله يعطيكم العافية. شكرا.